قبل حوالي 3900 سنة، أي تقريباً في سنة 1900 قبل الميلاد، كان إبراهيم في بئر سبع، فنداها الله ودعاه ليقدم ابنه إسحاق ذبيحة محرقة. الله اختار أن تتم هذه التقدمة له بمكان محدد على جبل في أرض المورية، وتلك الدعوة تجسد صورة نبوية عن أعظم حدث تاريخي الذي يجب على كل إنسان أن يعرفه. به ينقل الله الإنسان من لعنة الموت إلى بركة الحياة الأبدية عن طريق طاعة الإيمان. نقرأ في سفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. إبراهيم أطاع الله وسار على الأقدام إلى الموقع الذي اختاره الله، ولبعد المكان مسيرته استغرقت 3 أيام. فبكر إبراهيم صباحاً وشد على حماره وأخذ 2 من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطباً لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. في اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. لكن القصة لم تنتهي هنا، بل نرى تدبير الله لإبراهيم الذي أطاعه ووضع ثقته فيه، ونشهد تغيير وتبديل الظروف بطريقة غير متوقعة. فعندما استمر إبراهيم بالسير مع إسحاق وهما يحملان الحطب والنار والسكين، احتار إسحاق وسأل أباه: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ أما إبراهيم فكان واثقاً بالله وأجابه: الله يرى له خروف للمحرقة يا ابني. وهنا نرى تدخل الله وإيجاده لحل لم يحلم به إبراهيم. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكاً في الغابة بقرنيه. وذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه. واليوم نحن نعلم أن أرض المورية كانت تبعد عن بئر سبع على الأقل 70 كيلومتر، والجبل الذي اختاره الله في أرض المورية هو هذا الجبل الموجود خلفي، ويدعى في أيامنا هار بايت، دلالة على بيت المقدس، أي الهيكل المركزي في أورشليم والذي دمر سنة 70 ميلادي. هذه القصة تمسك انتباهي لعدة نقاط مهمة. أولاً، موضع الحدث. كما ذكرت، الحادثة جرت على هذا الجبل في أرض المورية، لكن بعد هذه الحادثة بحوالي 1000 سنة، الله أعلم داود أن على ابنه سليمان أن يبني الهيكل الأول لعبادته ولتقديم الذبائح الحيوانية، وذلك على ذات الجبل، أي جبل المورية أقتبس. وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل مورية، حيث تراءى لداود أبيه، حيث هيأ داود مكاناً في بيدر أرنان اليابوسي. وبعد حوالي 1000 سنة أخرى، الرب يسوع عندما كان بالجسد في إطار خدمته هنا على الأرض، ثبت أنظاره نحو أورشليم. وأكثر من هذا، هو صلب وأتم عملية الفداء بتقديم نفسه كقربان عنا في ذات الجبل، أي جبل المورية. فعلى أحد منحدرات جبل المورية توجد المنطقة التي تدعى الجلجثة، وهي التي تم فيها صلب يسوع المسيح وموته. وعلى فكرة، اسم مورية بالعبري موريان ينقسم إلى جزئين: مر، ومنه يتم صنع البخور زكي الرائحة الذي يضاف للذبائح عند تقديمها لله. وهذا يذكرنا بالمر الذي أحضره ليسوع المسيح بكونه طفل مولود في بيت لحم، ياه، وهو من أحد أسماء أو ألقاب إله إسرائيل. ونحن نؤمن أن يسوع المسيح هو الله المتجسد. الأمر الثاني الذي يمسك انتباهي في هذه القصة هو الكبش. لاحظ المقارنة بين الكبش الذي قدم على المذبح عوضاً عن إسحاق، وبين يسوع المسيح الذي قدم على الصليب عوضاً عنا. في حادثة إبراهيم وإسحاق رأينا كيف الله منع إبراهيم من تقديم ابنه إسحاق كذبيحة، ورتب تقديم كبش بدلاً عنه،
وبالمقابل نرى الله كيف لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين ذبيحة فداء على الصليب. فلو لم يمت المسيح ابن الله لمات وهلك كل الجنس البشري. وأخيراً لا يمكن أن نتجاهل كيف إبراهيم تعلم من خلال هذا الاختبار الصعب الطاعة والالتزام نحو الله، وبفضل هذه الطاعة استطاع أن يختبر قدرة الله على التدبير. بكلمات تانية، الله خلق من الظرف المأساوي بركة عظيمة لإبراهيم ولكل أمم الأرض. فلو استمرنا بالقطعة سنقرأ ما قاله الله لإبراهيم: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. إذن لو وصلت بحياتك إلى مكان مسدود أو فقط أثمن ما عندك لا تيأس، كما تدخل إله إبراهيم بالوقت المناسب وأوجد طريقاً لم يخطر على بال إبراهيم، فهو قادر على خلق واقع جديد بحياته. ذكر، هو دبر الكبش مكان إسحاق ووهب ابنه يسوع المسيح ليموت على الصليب بدلاً عنا، فكيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ آمن وثق بذبيحة يسوع المسيح، أي بموته على الصليب، فبه تنال الخلاص، لأن الله وعد أن ينقلك من لعنة الموت إلى بركة الحياة الأبدية، وذلك عن طريق طاعة الإيمان.